نشرة أخبار الرابعة من يو تي في، أهلا بكم. قال رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني إن الحكومة تعمل على توفير ما تستلزمه الانتخابات وعمل مفوضيتها، وخلال زيارة لمفوضية الانتخابات بعد نحو أسبوع على تسمية رئاسة مجلس المفوضين، أكد السوداني أن النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية ركن أساس للمحافظة على مهنية المفوضية وحيادية أدائها، مشددا على ضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية والمدنية وتبديد المخاوف وتلقي الملاحظات الداعمة لعمل المفوضية. وذكر رئيس الوزراء أن الأجهزة الحكومية مكلفة باستنفار طاقاتها لمنع أي تلاعب أو تعامل خارج إطار القانون يؤثر في النتائج أو يعرقل عمل المفوضية، واصفا الانتخابات بوسيلة لحفظ السلم الأهلي والاستقرار، مثلما هي وسيلة للتداول السلمي والدستوري للسلطة والمسؤولية. كشف عضو مجلس النواب سجاد سالم لبرنامج الحق يقال عن مفاتحة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بشأن تجاوزات ومخالفات لفصائل مسلحة على مصالح المواطنين في مدن الوسط والجنوب. كتبت إلى رئيس الوزراء حول تجاوزات وحول سيطرة على أراضي وحول تهجير ناس يعني من الريف إلى المدينة، حول قطع المياه عليهم. يعني هاي كلها الحوادث ترى يومية هاي في الوسط والجنوب وتتكرر مع الأسف، وأكو خشية عند الناس بأنه تراجع المحاكم أو تشتكي قضائيا لأنه يتم تهديدهم بقوة السلاح. يا أخي عدنان، أنا شاهد على هذه الحوادث والناس تنقل لي بشكل شبه يومي عن هذه المعاناة اللي موجودة. مع الأسف الآن يعني رجعت الخاوات إلى درجة كبيرة ورجعت السيطرة على رجال الأعمال، واحد وضع المادي تنفس شوية أو واحد عنده رأي سياسي. أعاد برلمان كردستان تفعيل عمل مفوضية الانتخابات في الإقليم بعدما صوت 58 نائبا على القرار في جلسة اليوم برئاسة هيمن هورامي نائب رئيس البرلمان. وشهدت جلسة برلمان الإقليم توترا داخل القاعة بعد قرار رئيسة البرلمان رواز فائق تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر وانسحابها من القاعة التي شهدت مشادات كلامية وفوضى. هذا ولم يحضر نواب الاتحاد الوطني وحركة التغيير جلسة التصويت على قرار تفعيل عمل مفوضية انتخابات الإقليم. أكد وزير العدل خالد الشواني المضي في فتح دائرة للتسجيل العقاري في سنجار وتمليك الأراضي للإيزيديين. وخلال مؤتمر صحفي في الموصل أشار شواني إلى العمل على حل المشاكل المعرقلة للنهوض بواقع المؤسسات العدلية في نينوى. الدوائر الأخرى أيضا بحاجة إلى أن نفتحها في بعض الأقضية والنواحي المحررة التي الوضع الأمني لم تكن فيها مستتبة. الآن الحمد لله رجعت الوضع الأمني بشكل يعني استقرار في هذه المناطق موجودة، لذلك الأمر يتطلب منا كوزارة العدل أن نعيد فتح هذه الدوائر. وفي مقدمة هذه الأقضية قضاء سنجار صدر قرار من مجلس الوزراء بتمليك دور الأخوة الإيزيديين في هذا القضاء، لذلك الأمر يتطلب أن يتم إعادة فتح مدير دائرة التسجيل العقاري في قضاء سنجار ونقلها من تلعفر اللي الدائرة الأصلية الآن تعمل في تلعفر ونعيد افتتاحها في قضاء سنجار. استثمار الغاز المصاحب في العراق أصبح ضرورة ملحة لما يوفره من استقلال واستقرار في قطاع الطاقة وما يمكن أن يدره على الخزينة من تريليونات الدنانير. كل ما يجب أن يعرف عن هذا الملف في العرض الآتي من إعداد غرفة الأخبار وتقديم علا علي. حياكم الله. استثمار الغاز من الملفات المعطلة في العراق منذ سنوات لظروف سياسية وأمنية. هذا الملف وضعته حكومة السودان على رأس أولوياتها في إطار تعهدات تضمنها البرنامج الحكومي وتعمل على إنجازه ضمن مراحل عدة.
استثمار الغاز المصاحب يعد من المشاريع الاستراتيجية أو المشروع الاستراتيجي الثالث على مستوى الشرق الأوسط، إذ وقعت حكومة السودان جولة خامسة من التراخيص مع شركات عالمية معروفة توفر عقودها ربع الغاز المستورد كخطوة أولى خلال مدة لا تزيد على 15 شهراً. ومن المؤمل أن تغطي عقود استثمار الغاز الحاجة المحلية من الوقود لمدة 3 أعوام بعائدات تصل إلى 10 تريليونات دينار، يتم تحويلها فيما بعد إلى قطاعات التربية والصحة والإسكان في إطار الإصلاح الاقتصادي. وبحسب قرارات مجلس الوزراء فإن الحكومة ستطلق قريبا جولة سادسة من التراخيص تتضمن استهداف رقع وحقول للغاز الطبيعي للمرة الأولى، ليدخل العراق السوق بقوة منتجا وملبيا حاجته ومصدرا. مشروع الغاز إذا استمر تعطيله فإن العراق سيتكبد خسائر مالية بمليارات الدولارات بسبب الاعتماد على الاستيراد في تأمين الحاجة المحلية المرهونة بتدفقات الأنابيب من الجوار. نحو 3 ملايين سيارة تجوب شوارع بغداد متجاوزة طاقاتها الاستيعابية بعشرة أضعاف، وسط دعوات لتوسيع الشوارع وإنشاء مجسرات وأنفاق وطرق حولية لفك الاختناقات اليومية. ازدحامات بغداد كابوس نهاري للمواطن يتكرر في كل يوم. ساعات يقضيها البغداديون متوقفين في معظم ساحات وتقاطعات العاصمة بسبب زحمة السير، تقريبا يوميا 4 ساعات 5 ساعات وقوف. زين يعني ما سووا لها حل نهائيا. نحو 3 ملايين سيارة تجوب شوارع بغداد متجاوزة طاقة استيعاب الشوارع بعشرة أضعاف بحسب المرور العام. أما الحلول فهي تستدعي أولا توسيع الشوارع وإضافة العديد من المجسرات والأنفاق وزيادة الطرق الحولية للعاصمة، مشاريع بدأت الحكومة تنفيذها لكنها تحتاج إلى وقت لتبدو ملامحها وينعكس تأثيرها على الشوارع وازدحاماتها. الوقت الزمني اللي وضعته الخطة وزارة الإسكان والإعمار مع أمانة بغداد ومع الوكيل الفني في أمانة بغداد، الموضوع يطول خلال منتصف عام 24، يعني منا إلى سنة تقريبا راح تبين بوادر هذه الأنفاق والجسور والمجسرات زائد الحولي، حولي بغداد بالرنج الرابع اللي هو تبنته 100% وزارة الإسكان. ومن الحلول المهمة أيضا تحديد سير المركبات غير النظامية بالشارع كالتكاتك والدراجات وإحصاؤها وترقيمها وتحديد آليات استيرادها كما يرى مختصون. الازدحامات في بغداد أزمة يومية يعيشها المواطنون تتطلب حلولا استراتيجية بعيدة المدى ربما لن يظهر تأثيرها قبل سنوات. حيدر البدري، UTV، بغداد. الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في المثنى يخلف حالة من الاستياء الشعبي، وقد دفع أهالي قضاء الوركاء إلى الاحتجاج أمام مبنى دائرة الكهرباء ومحاولة اقتحامها لولا تدخل القوات الأمنية. يحاول محتجون اقتحام مبنى دائرة الكهرباء في قضاء الوركاء بمحافظة المثنى احتجاجا على تردي الواقع الخدمي لها في منطقتهم، لكن القوات الأمنية حالت دون ذلك. أما هنا فيضطر المحتجون إلى حرق الإطارات وقطع المدخل الرئيسي للمدينة للضغط على الحكومة المحلية لتنفيذ مطالبهم، مطالب تتلخص بتحسين واقع الكهرباء عبر تغيير خطوط الضغط العالي وتحويلهم من المحطة الكهربائية القديمة التي يتغذون عليها إلى المحطة الجديدة في القضاء. تغيير الخط الناقل 33 المتهالك أو العمل على صيانته بالمستوى المقبول. ثانيا تجهيز المنطقة بساعات التشغيل أسوة بالمناطق الأخرى في القضاء، يعني منطقة تشتغل بها 4 ساعات وإحنا ساعة ومتقطعة والفولتية 80، كارثة. ثالثا
العمل على رفع الفولتية إلى المستوى المطلوب لتشغيل الأجهزة المنزلية. رابعا تغيير الأعمدة وصيانة الشبكة الكهربائية المتهالكة في منطقة الشهداء. أجهزة كهربائية احترقت عندنا، ثلاجات، شاشات بلازما، سبالد، مجمدات، كل العوائل صار عندها حرق بالأجهزة الكهربائية. لا تقتصر معاناة الكهرباء على منطقة دون أخرى، بل إن جميع مناطق المثنى تعاني من نفس المشكلة. فقدم شبكات الكهرباء يجعلها تتضرر مع أقل عاصفة هوائية، ما يتسبب في سقوطها وانقطاع الكهرباء أياما. بينما لا تزال مناطق في قضاء النجمي والكرامة والوركاء تعتمد على الأعمدة الخشبية في إسناد أسلاك الكهرباء. العمل جاري إن شاء الله على فك هاي الاختناقات، والوضع مسيطر عليه وجدا طبيعي بالنسبة للتوسع اللي موجود، لأن القضاء حاليا خطين ناقلين اللي هن 33، أضاف الخط الثالث إن شاء الله هو خط احتياط. تقول الحكومة المحلية إنها تسعى جاهدة إلى توفير ساعات تشغيل كاملة للمواطنين من خلال استحداث شبكات خطوط كهربائية جديدة، لكنها تصطدم مع السيطرة المركزية التي تحددها بساعات تشغيل وانقطاع ثابتة، ساعات يزداد انقطاعها مع كل صيف. عندنا هذا الاحتياج يعني يتوزع على الشبكة الوطنية، أضافة إلى التوسع، أضافة إلى مركز سيطرة وتحديد وتجهيز مركز سيطرة وحصة كل محافظة من إنتاج الطاقة الكهربائية، ومحددين بتوزيع المنظومة والقطع المبرمج. وشهدت مناطق في المثنى انقطاعا في التيار الكهربائي استمر يومين بسبب العاصفة الهوائية التي مرت بها المحافظة. من المثنى خليل بركات، UTV. شهدت العلاقات التركية العراقية تطورا ملحوظا إثر زيارة رئيس الوزراء لأنقرة، وأسست لمسار جديد من تقارب المصالح، فيما شجع هذا التقارب المستثمرين الأتراك على العمل في البصرة ضمن حزمة تسهيلات. هي لحظة تقارب بعد توتر في العلاقات التركية العراقية، أسست لمسار جديد تلاقت فيه مصلحة أنقرة وبغداد. وعقب زيارة السودان الأخيرة لبلاد الأناضول، انعكس التعاون الثنائي بين الجارين نشاطا اقتصاديا متناميا بلغ ميزانه التجاري حوالي 20 مليار دولار، فضلا عن توسعه حجم الاستثمارات بقطاعات متعددة. الزيارة الأخيرة لدولة رئيس الوزراء السوداني إلى تركيا عززت من العلاقات التركية العراقية، ومهدت الطريق لفتح آفاق جديدة للاستثمارات، وتشجعت المستثمر التركي للمجيء إلى العراق من خلال شريك عراقي استثماري أو بصورة مباشرة. مستوى التبادل التجاري حاليا بين العراق وتركيا وصل إلى 20 مليار دولار سنويا، هذا رقم يعني يمثل علامة مفرحة في نهوض الاستثمارات والصناعات. دوغان ترهان مستثمر تركي دشن مشروعه حديثا في البصرة لأهميتها الاقتصادية، شأنها شأن المدن الكبرى في العالم، ويقول إن ما شجعه على ذلك كغيره من أصحاب الشركات التسهيلات والاستقرار الأمني النسبي، وتنشط تجارة الأتراك هنا في الألبسة والأغذية فضلا عن قطاعات الصناعة والصحة والنفط والموانئ. أشجع المستثمرين الأتراك أن يفتتحوا أفرعا لشركاتهم في البصرة، وبالنسبة لي أدير شركة عالمية في مجال صناعة الألبسة ولديها أفرع في دول العالم، وقررت أن أفتح فرعا لنا في البصرة بعد التسهيلات التي حصلنا عليها، وأتوقع أن يزداد النشاط التجاري بين تركيا والعراق بتدشين ما نسميه في تركيا طريق الحرير. القفز على تراكمات الماضي الذي حكمته المصالح بين الجارين لا يعني أن بغداد حسمت جميع الملفات العالقة وتغاضت عن أزمة الجفاف، حيث تؤكد الحكومة أن تركيا زودت العراق بحصص مائية جيدة بعد زيارة رئيسها لأنقرة مؤخراً. دولة رئيس الوزراء زار الجارة تركيا، وهناك مفاوضات وتمكنوا من الحصول على حصص مائية يعني جيدة إلى حد ما، والمفاوضات مستمرة للحصول على الحصص العادلة للعراق.
كما أن موانئ جيهان التركية مثلت ممرا للنفط العراقي المصدر من إقليم كردستان، فإن طريق الحرير المرتقب الممتد من البصرة إلى تركيا يعد جسرا تجاريا سيخدم دول المنطقة بأسرها ويقرب المسافات أكثر بين بلاد السلاطين وبلاد النهرين. تحت مظلة المصالح الاقتصادية، العلاقة بين أنقرة وبغداد مرشحة للمزيد من التعاون الثنائي، وهذه العلاقة قد تنتقل إلى مرحلة أفضل إذا ما أعطت تركيا الحصص المائية الكافية للعراق برأي مراقبين. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة. لا تزال مقاهي بوهرس شرقية بعقوبة تحتفظ بجاذبيتها منذ نحو قرن، فمواقعها على ضفة نهر خريسان تجعلها مقصدا للسكان والضيوف. في التقرير الآتي يشاركنا علي العنبكي تجربة شرب الشاي هناك. لم تخلو هذه المقاهي من روادها منذ أكثر من 100 عام. المقاهي تنتشر هنا على ضفة نهر خريسان في بلدة بوهرز بمدينة بعقوبة، حيث الهواء الطلق ويقضي معظم السكان أوقات المساء فيها، حتى صارت جزءا متوارثا من عاداتهم اليومية. يعني منذ القدم القهاوي تمتاز القنفات مالها تصير على نهر خريسان. نهر خريسان ينطيها في الجمالية، جمالية للحضور اللي قاعدين يعني يتناولون الأرقيلة ويتناولون الشاي والأحاديث الجميلة. يعني نقعد احنا يم الكبار، يعني احنا من كنا شباب نقعد يم الكبار، والآن الشباب يجلسون معنا على نهر خريسان نتحدث إليهم على أيام زمان وعلى بوهرز. المقاهي القديمة تعد صفحات مهمة من تاريخ بوهرز، وما يميزها أنها ملتقى لاستقبال الضيوف، إذ لا يمر مستطرق من دون تذوق الشاي مجانا. أما أحاديث روادها المفضلة فهي محددة. السوالف اللي يختاروها لأجل الراحة النفسية، ماكو سوالف كآبة ومدري إيش. أنا جاي أقعد أرتاح، ما أدري أسمع كآبة، سوالف كآبة أنا أدري أسمع سوالف تريحني تضحكني حتى أنشرح أكثر من اللازم، أقضي على كل الكآبة اللي موجودة. في السابق كانت تشهد مقاهي بوهرز جلسات للروايات والقصص القديمة، فيما لا تزال الآن صامدة بوجه الزمن والحداثة من خلال جلسات روادها وهي تحاكي عبق الماضي. علي العنبقي، يو تي في، ديالا. في ظل انتشار الزوارق الحديثة يسعى فنان عراقي لإحياء صناعة المركب التقليدي الضارب في القدم والشهير باسم المشحوف. المشحوف يطر نهر دجلة في بغداد هذه المرة. يقود هؤلاء الشباب مراكبهم ضمن مبادرة لدعم جهود فنان يسعى للحفاظ على هذه القوارب التراثية. فبعد رحلة خاضها رشاد للبحث عن آخر صانعي هذه المراكب في البلاد، وجد ضالته في قرية الهويرة قرب الأهوار. بالنسبة لي انقراض ملامح أساسية لحضارتنا اللي كان موجودة من أكثر من 4000 إلى 5000 سنة. كل هالزمن كانت موجودة بشكل أو آخر، هالنوع من قوارب بهالشكل. دفع رشاد نحو إعادة صناعة المراكب عبر التعاون مع أندية للألعاب المائية أو تأسيس فرق للشباب تعنى بالإبحار على متن المشاحيف. لكن التحدي الأهم بالنسبة إليه هو إيجاد حلول مالية مستدامة أو خطة عمل للحفاظ على مشروعه. فمع انتشار المراكب بمحركات حديثة تواجه صناعة المراكب التراثية صعوبات جمة، فهي لا تدر دخلا ماديا جيدا على صناعها. تقريبا عمري من 13 من تركة المشاحيف، 30 سنة ما حسأل عليه ولا واحد جاب ضاريه. هسه من قبل 4 سنين فنان تشكيلي جاء راد يعيد هاي الشغلة وبدينا نشتغل به. صمد المشحوف منذ العهود العراقية القديمة، وكان وسيلة نقل رئيسة طوال آلاف السنين،
ما جعله جزءا أصيلا من تاريخ البلاد وحضارتها، ويستدعي الحفاظ عليه بوصفه تراثا مهددا بالاندثار. نشرة الرابعة انتهت، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.